إنه ليس حاجاً عادياً، إنه حاج عبد الله مجنن شفع الحلة. أكثر ثلاثة حاجات بيكرهها في حياته: التجمعات، الإزعاج، والعوارض، وكلها متوفرة في ميدان الدافوري بتاع الحلة إلا العوارض. عشان كده لا بيفع معاه جيم قصير ولا جيم بلايستيشن. وإذا قدر الله والكرة تلبت في بيت عم عبد الله، هيطلق العنان للساموراي المدفون جواه ويحول الكرة لطاقية ولا في أحدث صيحات الموضة. دي طواق الخوف. طبعا البضحك ده ظاهر سيد الكرة. وفي يوم طبيعي وعم عبد الله قاعد يقرا في الجريدة، جا صاحبه الأنتيم حاج طلال. انتو طلال ده بقى اسم حجاج؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر، حاج عبد الله كبس وشكله حيمارس الطقوس المعتادة. وزي ما انتو شايفين، ها يا جماعة، أنا في حلم ولا في علم؟ عم عبد الله ضقل وباص الكورة لحاج طلال. حاج طلال وحاج عبد الله بيلعبوا وانتو. ماذا يحدث؟ اي 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 لا 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 با 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 ما ذي المهارات؟ ما ذي المهارات؟ حاج طلال شغل المروحة على خمسة والكهرباء قاطعة. اي 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 هذه المهارات لا نراها حتى في ملعب الأنفيلد، لا يقوم بها حتى ألكسندر أرنولد أو إلكاي غوندوغان أو حتى كيفين دي براوني. بكل تأكيد، لأن هذه المهارات لا توجد إلا في جرمان الفتحة مربع خمسة. أخيراً لا تنسوا اللايك والشير.